وسط الدار وياخذوا الطوموبيل ويمشي يداوي يدوروا بها. اي واحد اخر عنده العقل هياخذ الفلوس وهيهرب ويقول يا ربي الخير لازم يكونش في كاليفورنيا، ولكن هذو ما كانش عندهم العقل. قلبوا على سبب ديال الطوموبيل وسط الدار وبداو تيهزوا الطوموبيله ديال ايدان وتيمشيو يتساراو بها، عاد يردوها للبلاصه. هادي بحال ما كاين حتى شي حاجه، في الوقت متبعين واي سبيس يشوفوا واش مازال مسافر. ايدن رجع لجامايكا دخل الدار، ولكن ما لاحظش بان شي حد دخل للدار وتسرق. خير موجود 40 مليون سرقات كاع ما صافي خبار. دازت واحد المده عاوتاني هيدير نفس الغلط. ايدن هيكتب ماي سبيس ديالو انه غادي باش عند شي صاحبو تما ريبشن اونيك، قالوا عاوتاني فرصه هذه اخرى باش ندخلوا ليه للدار. ولكن هذه المره بات ايدن واحد صاحبو جالسين في الدار بايتين في الدار، ولكن واخا هكا ريتشل غتقول نيك غندخلوا للدار واخا هما كاينين وغنسرقوا منها بلا ما يعرفوا وبلا ما يسمعونا. هيدخلوا من الشرجم ديال البيت نيك وهيسرقوا ليه البيسي ديالو وهيهربوا. هنايا وصلوا لدرجه الانتقام، مابقاوش باغيين يسرقوا ولكن باغيين ينتقموا من ايدن اللي كان تتنفخ عليهم بزاف. باش ايدن يرجع بطبيعه الحال هذه المره يكتشفوا انه تسرق، لان البيسي تيستعملوا تيستعملوا بزاف. تما كيطلع عليه الدم، هيولي يكتب في السوشيال ميديا وفي كل شيء ويقول بانه عنده شكوك في شكون اللي سرق ليه، ولكن تبقى غير شكوك. هو كان شاف نيك اللي بصح سرق ليه ولكن ما كان عنده حتى اثبات، دونك ما دار حتى شي حاجه. من تما كاع ما بقاو يتلاقاو ونيت ريتشل ونيك قالوا خلي العاصفه تدوز نحن ما نديرو حتى شي حاجه. وخا واحد الشويه ريتشل ونيك رجعوا للمشاكل، ريتشل حصلوها تخمن سيفوره شدوها البوليس وكيف ما دارش شي حاجه كبيره. ونيك حتى هو لقى عنده لا دروك ما داروش لهم شي حاجه كبيره، جوج مقاصرين وما تديروش شي حاجه.